أسعد الله صباحكم ومتابعينا إنما كنتم. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. تتأثر المملكة اليوم بمنخفض جوي خماسيني، بحيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع حاد وكبير جدا عن درجات الحرارة، وتصبح درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت العام بأكثر ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية. تسود المملكة اليوم الأحوال الجوية الخماسينية، ويكون الطقس دافئا جدا وجافا ومغبرا في مناطق عدة من المملكة مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. يميل الطقس للحرارة ويكون حارا نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة اليوم، تنشط خاصة في ساعات ما بعد الظهر، ونشاط هذه الرياح طبعا يعمل على إثارة الموجات الغبارية خاصة في المناطق الصحراوية بشكل قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. نهار هذا اليوم تسجل درجة حرارة العاصمة عمان حوالي 25 درجة مئوية، وتفوق ذلك في بعض مناطق الأودية. خلال ساعات الليلة القادمة يبقى الطقس أدفأ مما هو كان عليه الحال في ليست الليلة الماضية، إنه مشابه لليلة الماضية، إنما أدفأ مما هو عليه الحال في الليالي المعتادة في فصل الشتاء. الطقس أيضا يكون خماسينيا مغبرا وجافا في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لأن تتعرض المناطق الجنوبية والشرقية لموجات غبارية تحد من مدى الرؤية الأفقية. نتعرف سويا عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها شمالا من كل من إربد وجرش من 26 نهارا في كلتيهما، بينما الصغرى في إربد 14 والصغرى في جرش 15، في عجلون 25 إلى 14، وفي المفرق من 27 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 25-14، في السلط 25-15، في مدبة من 27 إلى 15، وفي الزرقاء من 28 إلى 16 درجة مئوية، وفي البحر الميت من 29 إلى 22 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك 27-15، في الطفيلة 27 إلى 14، في معان من 29 إلى 16، وفي جبال أشراء من 26 إلى 14، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 31 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا حوالي 23 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشة 29 إلى 14، في الصفاوي من 30 إلى 14، وفي الأزرق من 32 في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا حوالي 15 درجة مئوية. قبل الختام توصيتين هامتين بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة. الأمر الأول هو ضرورة الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء ومن تبعات ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون وحتى مرضى كورونا، وبالتالي ينصح بعدم الخروج إلى الخارج في ظل ارتفاع مستويات الغبار، أو بضرورة إغلاق وإحكام إغلاق النوافذ داخل المنازل والمكاتب. الأمر الآخر وضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات العصر والمساء والليل من هذه الليلة في خاصة المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة بسبب الغبار والموجات الغبارية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.